السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تتبعوا معايا الوصفه تاع نهار اليوم اللي جبت لكم فيها وصفه تاع لي سبادون غري ماريني. نبداو نشوفوا مع بعض الوصفه. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك لا فيديو. بسم الله على بركه الله. هنايا خديت لا ترونش تاع لي سبادون تاعي اللي بعد ما نحيت لها هذيك لا بارتي التحتانيه. ناخذ معاها كميه تاع المعدنوس، يعني هنايا في اناء حطيت كميه تاع المعدنوس، عصير حبه ليمون، خديت سنينه تاع الثوم غابي حتى لزوج يعني على حسب حجم السنينه تاع الثوم تاعكم، حبه بصل صغيره مسكرفجه، وخمس مغارف زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل استعملت بيان سيغ عندنا الملح، فلفل الكحل والكمون، هادو هما. نخلط كامل هاد الخلطه اللي يعني رايحه ندهن بها لي سبادون، نخلطها تري تري بيان. فوالا، بعد هدايا ناخذ النعناع اليابس حوالي 3 ورقات، نحكهم ما بين يديا ونزيدهم لهاد الخلطه، رايح يعطي ذوق هايل. ناخذ لا ترونش تاع لي سبادون تاعي وندهنها كامل بهاد الخلطه، يعني جلابا ديجون بهاد الطريقه. يعني حاولوا كيفاش تدهنوها كامل، ما تخلو حتى بلاصه باش يجيكم لي سبادون تاعكم بنين ومتبل. نخليه هكذايا في الثلاجه، يعني حتى الوقت اللي نتناولوه رايحه نطيبو، باسكو ما ياخذش كامل الوقت في طيابو، يعني تنتكل هكذاك سخون جديد. فوالا، انا هنايا نحطو في الثلاجه مده ساعه على الاقل فما فوق. هنايا راني نحيتو، شوفوا كيفاش تشرب بيان هذيك التتبيله، يعني ما متتبيله كيما راكم تشوفوا، يعني فيها هذاك لو جو هذاك تاع العصاره تاع لي سبادون. فوالا كيما راكم تشوفوا، دوك انايا جو فيان غاكلي كامل هذيك التتبيله من لي سبادون، يعني ما نخليش فيه هذاك البصل وهذاك المعدنوس كيما راكم تشوفوا، نحبط كامل هذيك التتبيله اللي لاصقه فيه، نسحق غير لا ترونش تكون صافيه. فوالا، هنايا اونطخو طون راني سخنت لا غري تاعي. بيان سور انا استعملت هنايا لا غري الكتريك كيما راكم تشوفوا، نتوما تقدروا تستعملوا المقله عادي جدا، حطوها على نار متوسطه وطيبوه. كيفاش نطيبوه؟ هنايا قبل ما نولو كيفاش نقول لكم كيفاش نطيبوه، نولو لهاد التتبيله تاعي. انا هاد التتبيله مانيش رايحه نرميها، رايحه نحطها على نار تكون قليله، نقدر نزيد لها حوالي زوج مغارف ما هكذا باش ما تنشفش. نخلي يعني هذاك البصل يدبال على نار قليله هكذا باش رايحه نستعملها في الاخر، وبيان سور اللي حبيت ناولها هكذاك ما كاش مشكل. فوالا، دونك هنايا شوفوا حطيت لي سبادون تاعي من الجهه. شوفوا هنايا نعطي لكم السر باش لي سبادون تاعكم يجيكم طري ماشي ناشف، هو السر كامل في طيابه، يعني ما تكثرولوش الطياب. شوفوا انا هاد لا ترونش راهي خشينه، طيبتها حوالي 6 دقائق حتى 7 دقائق من جهه، وكي قلبتها زدت طيبتها 6 دقائق 7 دقائق، يعني اون توي بورتو خدات لي ميم با 4 ساعه في طيابها. فوالا على هاد لا غري، ونفس الشيء فوق المقله. فوالا، يعني باش هكذايا تقعد لكم لداخل مشمخه، تقعد ماشي ناشفه هكذاك. فوالا كي الكاغط، يعني ما تقدروش تاكلوها هكذايا، تجيكم يعني كي الزبده. هذه هي، دونك ما طيبوهاش بزاف. هنايا بعد ما طيب وتتحمر، فوالا سيو تضغطوا عليها بلا فورشيط بالفرشيطه هكذايا باش تجيكم محمره. شوفوا هنا هذوك الروائح اللي تصعدوا، يعني ما شاء الله تجي هاد لا ترونش. كيما قلت لكم انا لا ترونش تاعي هنايا خشينه، يعني خليتها 7 دقائق. نتوما اذا خليتوه الى خديتو اون ترونش رقيقه خلوها يعني 4 مينوت 5 مينوت با بلوس. فوالا، يعني على حساب ليبيسور دو لا ترونش تاعكم. هنايا بعد ما طابت كامل، فوالا راني نفيريفي، شوفوا خلاص هنايا نحبس لها، كيما قلت لكم ما نخليهاش تنشف، نحطها في صحن التقديم. شوفوا هنا يعني كيفاش جات، تبان هكذايا جيتوز، ما تبانناش ناشفه كي الكاغط كيما قلت لكم، حذاري. دونك هنايا هاي ليك هذاك البصل بعد ما دبال، حطيتو دبال من جهه واحده اخرى كيما شفتوا فوق نار خفيفه. هنايا نحطو فوق لي سبادون تاعي. بيان سور نتوما اذا ما حبيتوش تحطوه حطوه ابار، يعني دون اون اسيات ابار، انا نفضل نحطوه هكذا. قدمته بالروز كيما راكم تشوفوا، وجبه خفيفه صحيه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، لايك لا فيديو. باي باي.